لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول تركيا الإعلامي والصحفي نورس العرفي. أهلا بكم سيدي. أهلا بك. ما دلالات زيارة سليماني لمدينة البوكبان على الحدود العراقية السورية؟ أهلا بكم وبمشاهدي قناة الرافدين. حقيقة زيارة سليماني هي استعراضية في ظل التطورات السياسية التي تحصل الآن بين إيران وأمريكا. سليماني زار البوكمال وقال بأنه هناك معركة مرتقبة يجب أن يكونوا مستعدين لها، وبأن النظام السوري ليس لديه مشكلة بأن تكون على أرضه. هي زيارة استعراضية تقول طهران من خلالها لواشنطن بأننا نقوم بتحركات، بأننا لدينا أذرع في سوريا، وبالتالي لدينا أذرع في لبنان وفي اليمن وفي عدة عواصم، في 5 عواصم نسيطر عليها كما صرحوا هم، نستطيع أن نحركها إن كان هناك مواجهات عسكرية. إذن هي عبارة عن زيارة استعراضية. أما باقي التصريحات بأن قدموا شكاوى على من يخطئ من الميليشيات الإيرانية، هذه كلها عبارة عن أكاذيب وبروباغندا إعلامية فقط. كانت من ضمن تلك الزيارة جراء الشكاوى الكثيرة التي قدمها الأهالي على الميليشيات. أما سياسيا فهي عبارة عن زيارة استعراضية أراد سليماني وأرادت طهران من خلالها إيصال رسائل لأمريكا بأن لدينا أذرع في عدة مناطق نستطيع أن نحركها إن قمتم بأي هجوم مرتقب. نعم، بالتزامن مع تأكيدات مصادر صحفية لوصول ميليشيات جديدة إلى البوكمال، ما مدى أهمية المنطقة الشرقية لكي يتم التركيز عليها بهذا الشكل من الناحية العسكرية والاستراتيجية؟ نعم، حقيقة سؤال بمكانه. لماذا إيران تركز على دير الزور؟ لماذا تركز على البوكمال؟ لماذا أنشأت مراقد شيعية كاذبة مثل عين علي الذي الآن هو محج للإيرانيين؟ كل طبعا عين علي وتلك الأكذوبة وتلك المناطق كلها من أجل دفع الناس عقائديا إلى التوجه لتلك المنطقة للدفاع عنها، وذلك من أجل مكاسب سياسية وليس مكاسب دينية. هي عبارة عن أكاذيب كالأكاذيب التي اخترعوها بمراقد دمشق المزيفة، بمراقد عبارة عن تسميات فقط. أهمية تلك المنطقة بأنها طريق الهلال الشيعي. إيران تريد ربط إيران أو ربط طهران بلبنان عن طريق ذلك الهلال الشيعي الذي تسعى إليه والذي تقف بوجهه الآن إسرائيل. إسرائيل التي تقب وجه ذلك الهلال الشيعي، وهم صرحوا وقالوا نريده بدرا شيعيا وليس هلالا. لذلك تكمن أهمية البوكمال وأهمية تدمر وأهمية تلك المناطق كونها طريق الهلال الشيعي الذي تطمح إيران لإنشائه. لذلك لا تهمها باقي المناطق السورية، تهمها طبعا، لكن ليس هناك مهم وهناك أهم. الأهم هي البوكمال وتلك الحدود العراقية كونها الطريق البري الذي تسعى لأن يصل بالفعل بين لبنان وطهران لتغذية ميليشيا حزب الله وللسيطرة بشكل أكبر على دمشق وعلى كامل سوريا عن طريق ذلك الهلال الشيعي. سيد نورس، بعد تصاعد التوتر مؤخرا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وفي ظل هذا التصعيد العسكري أيضا على الأرض في الحدود السورية العراقية، ما مدى خطورة الصدام تحديدا في نقطة الشرق السوري، لا سيما وأن الطرفين الأمريكي والإيراني منتشرين هناك؟ حقيقة أستبعد كل البعد من وجهة نظر شخصية ومن تحليلات حقيقة لما يحصل الآن. استبعد الصدام المباشر استبعادا كليا بين واشنطن وطهران. حتى ان حصل صدام سيحصل بالوكاله. كيف بالوكاله؟ ايران لها اذرع في سوريا، يمكن ان يكون يحصل هناك اقتتال بين قسد مثلا المدعومه امريكيا وميليشيات فاطميون وزينبيون الموجوده في سوريا. بالنسبه لليمن ايضا هناك بعض قوات مدعومه من امريكا تقاتل الحوثيون هناك. سيكون هناك صدامات لكن بالوكالة بشكل غير مباشر، لكن أستبعد الصدام المباشر بين إيران وطهران.
طهران. لماذا؟ لأن إيران بالحقيقة هي شرطي أمريكا في المنطقة، هي الفزاعة التي تستخدمها لإبقاء القواعد. نحن نحمي العرب، نحن نحمي دول الخليج، هي الطريقة التي تأخذ من خلالها وتسلب من خلالها الأموال من الخليج. إذن هناك خلافات، هذا لا يعني بأنه لا يوجد خلافات بين واشنطن وطهران، ولكنها خلافات لن تصل إلى الصدام المباشر. ربما يحصل هناك صدام بالوكالة بين الطرفين، وزيارة سليماني هي لتلك الرسالة. أي لدينا أذرع بعدة مناطق يمكن أن تؤثر على مصالحكم، ويمكن أن تتوقف معنا. شكرا جزيلا لك الإعلامي وصحفي سوري سيد نورس العرفي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.